مساء الخير، يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مرمر وشيمو. النهارده عملت لكم كبسة سعودي، عملتها باللحمة، سهلة وسريعة ومقاديرها مش مكلفة ومش كتير. يلا نشوف عملتها ازاي. نقول المقادير: نص كيلو لحمة متقطعة مكعبات، نص كيلو رز بسمتي، 2 بصلة مفرومة، 2 معلقة صلصة، توابل كبسة، 1 لومي، كركم، مرقة دجاج، سمن وزيت. نبتدي بقى نعمل اللحمة. هنحط السمن والزيت، نسيحهم. هننزل بالتوابل، هنقلب بس لحد ما تسخن وريحتها تبتدي تبان. هننزل بالبصل، هنقلب البصل كويس لحد ما يدبل. انا بهارات الكبسه جايباها جاهزه، لكن اللي مش عنده ممكن يحط قرفه، كاري، كركم، بابريكا، كزبره ناشفه، جنزبيل مطحون، فلفل اسود، حبهان مطحون، كركم، ورق لورا، قرنفل، ليمون اللي هو اللومي. هي دي توابل الكبسه. هننزل بالصلصه، اول ما تبتدي تنشف معانا شويه هننزل باللحم. هنحط اللحم، اللحمة هنا متقطعة مكعبات صغيرة شوية عشان تستوي. هنا اتشربت الصوص كله ونشفت، هنحط لها بقى مية سخنة. كده تمام. هنحط المية السخنة، هنسيبها بقى تستوي ونغطي عليها. هنا بعد ما استوت اللحمة هنحط الرز بقى. هنا انا حطيت ملح وواحدة قرفة، انا حطيت قرفة زيادة عشان بحب طعم القرفة زيادة فيه. هنحط بقى الرز، هنقلب كويس، هنسيبه بقى يستوي ويتشرب. هنا بعد ما استوى الرز لونه حلو جدا ومفلفل، مش عايزه اقول لكم كمان ريحته تحفه. هنغرفه بقى ويبقى جاهز. هنا بعد ما غرفناه مش قادره اقول لكم طعمه حلو قد ايه وريحته تحفه. عملت تبقى معايا سلطه خضراء. وبالهنا والشفا، يا ريت تجربوه، ان شاء الله هيعجبكم. باي باي.